طبتم وطابت أوقاتكم، لا تدعوا القلق والحزن عنوان يومكم واستمتعوا، خاصة هذا اليوم. ليش؟ ما صباح الخير. كل أيام نحب إن شاء الله. إن شاء الله عادل. صباح الخير لكل متابعي صباح العربية في كل مكان. نبدأ أسبوعا جديدا ومواضيع مختلفة من صباح العربية، ونذهب إلى العناوين. دار الأوبرا المصرية تحتفل بعيد الحب بخمس حفلات على خشبتها لنجوم غناء من دول عربية مختلفة. نوف الظاهر فنانة تشكيلية سعودية تسعى لدمج الفتيات من ذوات الاحتياجات الخاصة في المجتمع عبر الرسم والفن. مشروع فرنسي يعمل على تجميع الطاقة التي تولدها الحواسيب لتحويلها إلى طاقة حرارية للتدفئة. ومن ضمن مواضيع الصباح أيضا، الجفون تحمل عيون لكنها قد تتعرض للكثير من المشاكل والأمراض، فما أبرز هذه المشاكل وما أفضل العلاجات؟ كلوب هاوس، تطبيق تواصل اجتماعي جديد يعتمد على الصوت. حديث المستخدمين وموضوعنا مع فيصل السيف في فقرة دبل كليك. البعض عاطفتهم قوية لكنهم لا يعرفون كيف يعبرون عن مشاعرهم في يوم الحب. نصائح للتعبير بالقول والفعل مع مختصة. راسلونا على هاشتاغ صباح اندرسكور العربية، وكذلك على حساباتنا تويتر فيسبوك انستغرام صباح العربية. سؤالنا اليوم، مع ظهور تطبيق كلوب هاوس، هل أنت مع استخدام تطبيقات جديدة للتواصل الاجتماعي؟ يعني قد تهجرين تطبيق قديم وتروحين إلى تطبيق جديد، غير أنه إذا التطبيق القديم ماجد موجود في زميننا المعد، إذا ماجد موجود هجري. لا ولا لا أهجر عليك. لا أهجر، يعني بخليه بس ممكن، يعني أنا إيش اللي صعب قوي علشان أخرج من الكومفورت زون بتاعتي وأروح على حاجة تانية أستخدمها كتطبيق. بس مع الوقت ممكن أنه أنا خليني ماجد أجاوب، مش بدوننا قاعد. بس مع الوقت ممكن أنه إذا حقق نجاح وضجة عالمية أوكي ممكن أستخدمه بعد فترة. ما تكوني من الأوائل. لا مو من الأوائل. لا إيه. لا يعني لك يعني حسستيني أني أنا حين صرت حقل تجارب. لا أنا صراحة متفاجئة فيك، مش لسه بقول لك. متفاجئة معترف. لازم يدوك أسهم مع التطبيق. ما عرفتنيش صح؟ لا ما عرفتك. أيوة. أنا برضو ما عرفتك. شكلك واخد نسبة. طيب، جهود كبيرة تقوم بها الفنانة التشكيلية نوف الظاهر لمحاولة دمج الفتيات ذوات الإعاقة بأنواعها في المجتمع عبر الرسم والفن التشكيلي ودمج الألوان، وذلك في محافظة الخبر شرق السعودية، حيث تعمل الظاهر في مجال التطوع والتدريب لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام لأكثر من 25 عاما. التفاصيل مع عبد الرحمن العصيمي. بعد أن قضت أكثر من 25 عاماً في مجال التطوع برفقة الأيتام، نوف الظاهر فنانة تشكيلية تلجأ إلى أسلوب الرسم بمزج الألوان منذ عامين لإلهام الفتيات ذوات الإعاقة ومساعدتهن في تخطي المصاعب، بعد أن أسست مركزاً تدريبياً لهن بجهود شخصية. وجدنا أثر هذا الفن على المجتمع أو الفئات هذه إيجابي،
عن طريق الأمهات سعادتهم، عن طريق زيادة ثقتهم بنفسهم. أيضا حققنا شيء رائع جدا وهو الترابط بين فئات المجتمع. تسعى نوف الظاهر من خلال هذا المركز إلى توعية المجتمع للتعامل مع ذوي الإعاقة عبر ورش عمل متنوعة بالمجان وفق الفئات العمرية للأطفال لدمجهم في المجتمع بطريقة علمية صحيحة. أنا لست ممتعة ولست ذكية ولست مميزة، أنا غرس وإبداعي ثمرة وتميزي ثمرة وذكائي ثمرة وإبداعي في الإلقاء ثمرة وإبداعي في الكم واللفظ ثمرة، والسر في لذة ثمراتي، من سقاني وكيف سقاني ولماذا سقاني وبماذا سقاني. رحت عند نوف استفدت أشياء كثير، الألوان وصرت أذيع أغراضي عنده، وصرت ما شاء الله كم أسوي أغراض أجيبه معايا ينبع. جزاه الله خير صراحة نوف. الظاهر أيضا أسست برنامجا لتحويل الطالبات لديها من طموحات إلى رائدات أعمال، بحيث يتم استقطاب المواهب المميزة والاستفادة منها لإقامة ورش عمل وإيجاد دخل مادي لها عبر التدريب. عبد الرحمن العصيمي من المنطقة الشرقية العربية. عودة إلى سؤالنا التفاعلي من جديد وبعد المشاركات والتغريدات على هاشتاك صباح أندرسكور العربية. خلينا نذكر بالسؤال، ما ظهور تطبيق كلاب هاوس؟ هل أنت مع استخدام تطبيقات جديدة للتواصل الاجتماعي؟ طبعا شاركونا بالإجابات والصور على حسابات صباح العربية. والله الواحد يقول اللهم بارك لا تزيد، ما نبي منهم فيها، بس نبي نوعية تطبيقات مختلفة يكون فيها فكر مختلف، يعني ما يبقاش شيء مقرر. وأيضا إذا دخلت مروة سكروا عليها الميكروفون لأن ما تخلي الواحد يكمل جملة. ما عنديش وقت لتطبيق. عصر السرعة عاد بسرعة، صباح النور مع استخدام التطبيقات ذات فائدة لكن دون كثرة، لأن كثرتها ممل وأغلبها متشابهة. طيب صباح الخير، من الممكن طبعا إذا كان في مميزات أفضل. هلا صد الله صباحكم. نعم أنا مع استخدام التطبيقات الجديدة للتواصل مع الآخرين، وهنالك تطبيق جديد وهو كلاب هاوس، سوف أستخدمه في الأيام القادمة إن شاء الله. طبتم وطبا يومكم. طيب يا ريت يلغوا كل التطبيقات عشان نرجع نسأل على بعض زي زمان. الله يا شريف. اي والله اذا سكروا انستغرام بعض الناس خلص. والله هاي يعود على الناس بالنفع في تطبيقات اخرى اذا سكر انستغرام. لا اقصد انسان معين بس. ماشي، رسائل مبطنه. تطبيقات جديده وتكون مفيده لكل احتياجات عامه. صباح الورد يا نجوان. شيء جميل خصوصا اذا افكار جديده وممتعه. حياك الله يا طلال. صباح الخير. لا أنا لست مع استخدامات جديدة لتطبيقات التواصل الاجتماعي لأن تقريبا كافة التطبيقات متشابهة. إحنا مش ملحقين على التطبيقات اللي عندنا، ضيع وقتنا بشكل كبير. كمان عايزين نضيف علشان كذي قاعد أنصحك تسكر. لا شكرا والله عشان المجتمع يستفيد بس لا ما تقلقش عليهم مستفيدين. طيب. صباح الخير أيضا. كل عام وأنتم بخير. مع كل ما هو جديد باختصار، هذا رأي الدكتور مهزل. ماشي، لو نقسم التطبيقات لكل منهم اختصاص، أي تطبيق خاص، معلومات طبية، علمية، فضائية، إدارية، الاستفادة تكون أوسع وأهم. فضائية هو رأيه كده. ما عندنا مشكلة. أنا ما عنديش مشكلة، ماجد عنده مشكلة. ما أدري، ماجد معترض على فضائية يا أخي. إيش فيكم؟ وصلنا المريخ. يكفينا ما ظهر سابقا، التقنية صارت تتحكم بالناس كثيرا. ايش رايك الحين؟ ايوه لحد الان لم استخدم اي تطبيقات جديده، واذا فيها اي شيء جديد عن المستخدمهم ممكن، ليش لا، ممكن نستخدمها. يسعد صباحك. لا أفضل كثرة استخدام التطبيقات، وجود تطبيق واحد أو تطبيقين يوفي بالغرض، يكفي إن لم ينتج عن أي من هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، أشياء سلبية بحتة.
صباحكم لطيف مثل طاقتكم. شكرا لك. يا ريت بس يكون اكثر فائده من الناحيه التوعويه والعلميه والثقافيه. مع العالم يتطور والتقنيه يجب الا تقف. لا احب تعدد التطبيقات، لكن لو وجد تطبيقا يكون اكثر موضوعيه لا باس به. انا مع التعدديه، تعدد التطبيقات. تعدد ايه بالضبط؟ تعدد التطبيقات. اربع تطبيقات بس. من خف سلم. اربع تطبيقات ماشي. بس ما نبي اكثر. صباح الخير. اتمنى الغاء جميع التطبيقات لانها شغلتنا على كل شيء. بس ان شاء الله ما دام تكون نايم. لا ما تقلقش اكيد انت مش تعمل كده لما تكون نايم. اي مبكر. انا رايي مع استخدام التطبيقات الجديده يكون ضياع الوقت اكبر، فافضل استخدام تطبيقين او ثلاثه تفاديا لضياع الوقت. استخدام تطبيقات جديده ممتازه للضغط على التطبيقات القديمه وإجبارها على التخفيف من أنظمتها التي تضيق على المستخدم، مثل تحديد عدد المنشورات لكل 24 ساعة والسماح بمنشورات أكبر كلما زاد عدد المتابعين، فلماذا لا يحق للمستخدم منشورات كثيرة بدون النظر لعدد متابعين؟ أسعد الله صباحكم بكل خير، تحياتي للجميع وبالخصوص الغالي مروة، وشكرا جزيلا. إجازة سعيدة. إجازة خلصت والله. خلاص راحت. لا عندنا عدل خلصها كلها شهرين ونص. شهرين ونص. جيبهم منين؟ الرازق بالسماء والحاسد بالأرض. خلنا أكمل التغريدة. يلا تفضل. طيب. لا يمكن أن أستغني عن الصديق المفضل تويتر وصاحب التواصل الاجتماعي الجميل. طيب إذا ما راح يقدر يستغني عن عمو تويتر. أنا أرتبط بالأشياء فصعب التغيير. يعني؟ يعني هو بيقول لك انه هو انت انستغرام. لا يعني حديثا انه لا اصبحت ناشطه على تويتر، بس يعني اميل للانستغرام اكثر. فيسبوك كمان. قامت احدى الشركات الفرنسيه باختراع تدفئه صديقه للبيئه تعمل على ما تولده محركات الحواسيب في الشركات والمنازل. كل التفاصيل مع زميلي بزاري من باريس. نتابع. في طريقة للتدفئة وتجنب التلوث البيئي في فصل الشتاء، قامت شركة التكنولوجيا الفرنسية هذه باختراع أسلوب تدفئة فريد، إذ يتم جمع الطاقة الحرارية التي تولدها الكمبيوترات أثناء عملها إن كانت في البيوت أو في الشركات، وتحويلها إلى طاقة حرارية نظيفة للتدفئة. يقوم التقنيون بتفعيل الحواسيب حسب طلب الشركات عن بعد لتوليد الطاقة، ليس فقط في فرنسا بل أيضا حول العالم، إذ يستفيد من هذه التقنية الفريدة سكان دول شمال أوروبا في فصل شتاء قارس إلى حد ما هذا العام. تحوي وحدات التدفئة هذه شاحنا للهاتف الذكي وكذلك شبكته الواي فاي. توجد داخل وحدة التدفئة هذه ثلاث وحدات حاسوب، وهي مصدر الحرارة الرئيسي لهذه التدفئة، تنتج الطاقة أو الحرارة حسب رغبة المستهلك، وهذا مبدأ الاقتصاد الرقمي، إذ نستغل نفايات البعض لتصبح مصدر طاقة البعض الآخر. منذ بضعة أسابيع تطور الشركة سخانات مياه تعمل بدورها على طاقة الحواسيب كذلك، إذ يمر الماء البارد في حلقة أنابيب موصولة بحواسيب مرتفعة الحرارة، فمحركاتها تعمل أثناء تسخين كمية الماء التي تعبرها. والطريف في الأمر أن كمية الماء هي ذاتها التي تسخن في دائرة مغلقة. Aujourd'hui, c'est les promoteurs immobiliers. نعمل مع شركات العقارات والبلديات والدوائر الحكومية في فرنسا وكذلك المصانع والمسابح والتجمعات السكنية لتسويق منتجنا. تم ابتكار هذه الطريقة للتدفئة ببحض الصدفة قبل 10 أعوام، فمخترعها بول بنوا يملك 5 حواسيب، ما دفعه إلى الاستفادة من الطاقة التي تولدها تلك الحواسيب لتدفئة بيته الصغير في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية. ليث بزاري، العربية، باريس. أهلا بكم.
أظهرت نتائج دراسة أجرتها وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أن معدل المناعة لفيروس كورونا في المجتمع الفلسطيني بلغ 40%. وتكشف الدراسة أن العدد الحقيقي للفلسطينيين الذين أصيبوا بالفيروس يتجاوز 2 مليون شخص، علما أن الأرقام الرسمية تشير لنحو 200,000 شخص فقط أصيبوا بالفيروس. هل سبق وأن أصبت بفيروس كورونا دون أن أدري أم لا؟ سؤال يراود الكثيرين وأنا منهم، لذلك جئت إلى هذا المختبر لأقطع الشك باليقين. توفر المختبرات الطبية الآن ما يعرف بفحص الأجسام المضادة في الدم لفيروس كورونا، وهو فحص يظهر إن كان الشخص قد أصيب سابقا بفيروس كورونا، وبالتالي هل تتوفر لديه مناعة طبيعية من الفيروس أم لا؟ الهدف هو الوقوف على مستوى المناعة اللي بتمتع فيها الإنسان اللي بيكون بالفحص. هذا ممكن الشيء يمارسه الإنسان اللي تعرض للإصابة أو اللي بيحب يتأكد أنه جسمه طور نوع من المناعة اتجاه هذا المرض. مسح طبي أجرته وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أظهر نتائج صادمة حول حقيقة عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا وصارت لديهم مناعة طبيعية ولا يحتاجون للتطعيم. نرى من خلال هذا المسح ملاحظات ملفتة. قسم كبير من تعداد السكان قد أصيب بالفيروس، وبالتالي لديهم مناعة مكتسبة، ما يسمح بتطعيم من يحتاج اللقاح بالفعل. 40% من عينة أسرية عشوائية قدرها 6,000 شخص اتضح أن لديهم أجساما مضادة لفيروس كورونا، أي أنهم سبق وأن أصيبوا بالمرض وكونوا مناعة طبيعية، وهذا يعني علميا أن قرابة 2 مليون فلسطيني أصيبوا بكورونا، في حين أن الأرقام الرسمية تشير إلى 200,000 فقط. الدراسة الطبية تظهر من جانب فشل إجراءات الوقاية الصحية والتباعد التي اتخذها الفلسطينيون طيلة عام كامل، ولكنها من الجانب الآخر مطمئنة، ف40% من الفلسطينيين لديهم مناعة طبيعية وصاروا محصنين ضد هذا الوباء الذي يغزو العالم. بالعودة إلى الفحص الذي أجريته، وصلت النتيجة الآن وتبين أنني لست واحدا من هؤلاء الذين سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا، لذلك يجب أن أحصل على تطعيم فور تمكن السلطة الفلسطينية من توفيره. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية. طيب ننتقل إلى أحوال الطقس مع بنان. صباح الخير بنان، يعني الضباب طول معنا شوي، خلينا نعرف منك إمتى هنخلص من الضباب. صباح الخير مروة، صباح الخير عادل، منور طبعا، أنا ما شفتك. يلا حي الله الشتاء وحي الله ما جابه. يلا والله على قولت مروة ضباب لسه مكمل الأسبوع. لا ما لك شغل، إن شاء الله صفة الرؤية لسه مكمل. بشرتنا الحمد لله، ربنا يستر. أهلا بكم مشاهدين حالة الطقس الخاصة باليوم الأحد، نبدأها من الإمارات حيث تكون الأجواء ضبابية خلال هذا الأسبوع على أغلب المناطق الساحلية والداخلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ويكون موج البحر خفيفا في الخليج العربي وفي بحر عمان. ومن دبي حيث يكون الطقس صافي ودرجات الحرارة في المستويات العشرينية، تنخفض ليلا إلى دون 20 درجة، حركة الرياح متوسطة مع نسب رطوبة تزيد عن 70%، وهناك احتمال تشكل الضباب ليلا وفي الصباح الباكر يوم غد. وفي السعودية ومن العاصمة الرياض الطقس غائم بعض الشيء، درجات الحرارة لا تزال في المستويات العشرينية نهارا، تنخفض ليلا إلى دون ذلك، نسب الرطوبة منخفضة بحيث تكون دون 30 درجة، وحركة الرياح متوسطة. وإلى جدة الأجواء صافية ودرجات الحرارة في المستويات الثلاثينية، تنخفض ليلا لتكون في المستويات العشرينية، نسب الرطوبة تقترب من 50%، وحركة الرياح نشطة تعمل على إثارة للأتربة والغبار. وفي مدينة نيوم الأجواء صافية ودرجات الحرارة في المستويات العشرينية نهارا، حركة الرياح خفيفة جدا مع نسب رطوبة تزيد عن 40%. وإلى دول الشرق المتوسط من العاصمة بيروت، الطقس صافٍ ودرجات الحرارة في أوائل المستويات العشرينية، تنخفض ليلاً إلى دون 20 درجة، حركة الرياح من خفيفة إلى متوسطة، ونسب الرطوبة مرتفعة تزيد عن 60%. وإلى المدن الأوروبية وتحديداً من باريس، الأجواء باردة مع احتمال تشكل الصقيع، ودرجات الحرارة تسجل 0 درجة مئوية، يطرأ عليها المزيد من الانخفاض ليلاً، حركة الرياح متوسطة قد تنشط أحياناً، ونسب الرطوبة تزيد عن 60%. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية أحوال الطقس، إلى اللقاء.
أهلا بكم من جديد. تحمي العين من العوامل الخارجية، إنها الجفون العلوية والسفلية المكونة من طبقة جلدية مخاطية، وقد تصيب الجفون العديد من الأمراض منها التهاب الجفن أو ارتخاءه وغيرها من المشاكل. فما هي أكثر أمراض الجفون شيوعا وما هي أنسب الطرق لعلاجها؟ للمزيد ينضم إلينا من دبي طبيب العيون الدكتور تامر سالم. دكتور تامر صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح النور. خليني أسألك قبل لا ندخل في يعني تفاصيل الجفون العلوية والسفلية، أنا في سؤال دائما على بالي. سابقا كانوا يقولون إذا العين بترف معناته إذا الشمال جاي لك خير، وإذا اليمين حتفقد عزيز عليك. سبب رفة هذا الجفن والعين ما هو؟ صح كلامي ولا في غلط؟ سبب رفة الجفون الجزء الأول صح، اللي هو يجيلك فلوس بعينك اليمين لما بترف والعينك الشمال تتجوز. لا لا بس خلاص ما. لا خلاص راحت علينا. هو الحقيقة الله يزيدك يا رب حبيبي، رفة الجفون عند بعض الأشخاص بتبقى ليها أسباب. الجفن هو مكون من طبقة جلدية زي ما حضرتك تفضلت، وراها عضلة، وبعدين في مادة مخاطية تبطن العين من الداخل. فالجفن رقيق لدرجة أن الشعيرات اللي هي الأعصاب اللي بتغذيها بتكون أكتر، يعني لما الواحد يبقى فيه اضطراب أو قلق أو ستريس أو بيشرب مثلا منبهات زي الشاي والقهوة والبيبسي، أو عدم قلة النوم، أو نقص فيتامين باء أو دال، يسبب أول شيء الأعراض بتتحس برفة في الجفون سواء العين اليمنى أو العين اليسرى. وغالبا بننصح المرضى بالنوم، مش هنقول بلاش يفكر في ستريسز أو أرق في الفترة الحالية، لكن بنقول إن النوم يبطل يشرب المنبهات القهوة أو الشاي بعد الساعة 6 مساء، أو يشرب بكميات معقولة. بالنسبة للفيتامينات يفضل ناخد فيتامين بي كومبلكس من وقت لآخر مثلا مرتين أو ثلاثة في السنة، بحيث لو في عندنا نقص من الفيتامين بي باء أو دال يعوضها، وبالتالي الرفة أو رفة الجفون تقل. طيب فيهاش فلوس ولا جواز غالبا معظم الأسباب. حلو، أهم شيء أن طمنتني، لا فيها فلوس ولا فيها زواج، راحت علينا مثل ما يقولوا. دكتور تامر لو تحدثنا أكثر عن المشاكل التي قد تواجهها الجفون، ما هي أبرز هذه المشاكل الطبية؟ نعم، الحقيقة أكثر الأمراض شيوعا في التهابات الجفون هي الأكياس الدهنية أو التهاب حد السفلي للجفون، ودي أكثر الأمراض المنتشرة في العيادات الطبية، والحقيقة هي نتيجة انسداد في الغدد الدهنية اللي عند قاعدة الرموش، وليها بعض الأسباب والأعراض والمضاعفات. وهي الحقيقة مثلا نقول أعراضها بيبقى في انتفاخ في الجفن، بيبقى في التصاق في رموش العين الصباح، ونتيجة ان الجفن مفيش فيه مواد فاصلة، فبيبقى في توزم او تورم في القرنية في الجفون العين في الصباح. بيحصل ان لما الواحد يلمس مكان الالتهاب بيبقى فيه ألم شديد في البدايات، بيحصل نوع من انواع الجفاف، وكذلك احمرار في العين، وبعض الناس بتبقى عندها تحسس من الإضاءات او تعرض لأشعة الشمس. دي غالبا الأعراض لالتهاب الجفون. اسبابها غالبا حضرتك بتبقى اكتر عند الأشخاص اللي عندهم البشرة الدهنية، المرضى اللي عندهم الوردية، السيدات أو اللي بيستخدموا كحل ومكياج وما بينضفوش العيون بصفة مستمرة أو بيشيلوا المكياج في الليل. أكثر الأسباب كمان انتشارا شيوعا هي العدوى، سواء العدوى من أشياء غير نظيفة بنمسح بها العيون، أو العدوى من الأنسجة المحيطة بالعين زي الجيوب الأنفية أو الدروس المسوسة. دكتور يعني الآن المرأة تحط مكياج ما شاء الله عليها، وتحط الكحل والآيلاينر وما أدري شنو وغيره من هذه كلها على العين، بينما إحنا لما نخرج في جو مغبر على الأقل يعني نرجع أحيانا يكون في التهاب. هل في فرق ما بين الرجل والمرأة من التعرض لهذه الالتهابات، أم أن العين هي واحدة؟ هي العين واحدة بس الأكثر عرضة، مش هنقول أكثر عرضة لأن مفيش نسبة نقدر نحتكم لها، لكن السيدات أكثر عرضة للالتهابات الجفون أو الأكياس الدهنية. الرجال كذلك، وخصوصا اللي بيعملوا في، شوف، مرضى السكري أكثر عرضة،
الأشخاص اللي عندهم ما بيشربوش سوائل كافية وعندهم انسداد في القنوات الزيتية كمان أكثر عرضة حسب مكان العمل، بتتعرض طول النهار قاعد في الشمس والحرارة والغبار ولا أنت في مكتب عمل مكتبي. الأشخاص اللي بيلبسوا عدسات لاصقة لفترة طويلة عندهم تحسس من العدسات اللاصقة. نعم السيدات اللي بيحطوا كحل ومكياج بطريقة نقول زائدة عن الحد وما بينظفوش أو بيزيلوا المكياج في الليل بطريقة يعني تزيل كامل المكياج اللي بيسد القنوات الدهون يعني بتاعت العين أو الجفون. طب دكتور يعني هل التهاب الجفون قد تكون ناتجة عن عدوى فيروسية أم بكتيرية وكيفية التعامل معها؟ هل ممكن العين المصابة تعدي العين الثانية يعني في هذه الحالات؟ حاضر. غالبا هي عدوى بكتيرية نتيجة زي ما اتفقنا عدوى من أشياء متسخة مسحنا بها العين أو كنا في أجواء مش نظيفة، في نفس الوقت بتبقى من الجوب الأنفية أو الدروس المسوسة وغالبا بتبقى بكتيريا وبتطلع هنا ليها. وبعض الأحيان بنقول عدوى فيروسية بسيطة لو عندي مثلا التهاب فيروسي عمل التهاب في الجفن بس، لكن أغلب الأحيان هي عدوى بكتيرية. لا يعني لو شخص دكتور مصاب هل ممكن يعدي شخص تاني معاه في البيت أو استخدام الأشياء نفسها؟ لا 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 لمسة أشياء دي بالضبط الحاجة الوحيدة اللي ممكن تسبب عدوى في العين التانية بالضبط. لكن هي غير معدية بعد إذن حضراتكم، هي غير معدية حتى للشخص نفسه، لكن لأن الشخص نفسه معرض لنفس الأجواء ممكن تصيبه في مكان آخر في الجفن اللي فوق أو اللي تحت أو العين الأخرى بعد التكرار يعني. لكن هي مش معدية لنفس دكتور. الشخص قاعد مع أولاده وتعديه. دكتور في عندنا أسئلة ولكن بس إذا باختصار تقول لي هل من الممكن أن نحافظ على العين يعني مثلا بغير الصابون اللي إحنا نغسل وجهنا فيه كل يوم، هل هناك طريقة لصيانة الصيانة الدورية للعين حتى لا نتعرض لهذه الالتهابات؟ نعم نعم يفضل بشدة حضرتك. الناس اللي عندها الالتهابات هي إن هو يستخدم شامبو الأطفال ويمسح فوطة معينة دافئة للعين. السيدات يفضل ان هي تشيل المكياج والكحل، نشرب سوائل كافيه عشان الفرزات الدهنيه ما تكونش لزجه وتنشف على الحد السفلي للجفن. لو عندي امراض زي السكر او انظم السكر، الاشخاص اللي حضرتك بيتعرضوا للعدسات اللاصقه والكحل والمكياج في اثناء فتره الالتهاب الكيس الدهني يفضل عدم وضع المكياج او العدسات اللاصقه. سريعا ننتقل إلى الأسئلة دكتور، هي أسئلة من المشاهدين، أسئلة عامة، وأول استفسار أيهما أفضل لمعالجة اضطراب القرنية، هل العلاج بالأدوية أم الجراحة بالليزر؟ باختصار دكتور خذينا من وقتهم. الاثنين واردين. لازم نبتدي الأول بالعلاج بالأدوية لتهدئة حالة القرنية وتنظيم طبقة الدموع على العين وناخد مضادات حيوية أو مضادات للالتهابات حتى ترتاح العين وما يكونش فيه التهاب. بعد ما العين تكون مهيئة للعلاج بالليزر نقدر نعمل علاج ليزر بعد العلاج الطبي بالأدوية والقطرات. طيب السلام عليكم، هل عمليات الليزر للعين تشمل جميع الأعمار والحالات؟ ما مدى نجاحها دكتور؟ هي لا تشمل كل الأعمار، تشمل فوق 18 سنة عمليات إصلاح النظر أو بالليزر ومدى نجاحها إلى حد كبير نقدر نقول نجاحها بشدة. طبعا مع الوضع في اعتبار حسن اختيار الحالة وحسن اختيار المريض نفسه والتقنية اللي تناسبه. طيب هناك وجع داخل العين هو غير دائم منذ فترة، الطبيب شخص بوجود ماء زرقاء فيها، فهل وجودها يسبب هذا الألم؟ نعم، الماء الأزرق للأسف هو أكتر مرض نقول بنخاف على المريض منه لأنه بيسبب بعد فترة من سوء الاستخدام أو سوء العلاج إلى الدمور في العصب البصري وفقد النظر. فنعم يفضل بشدة الالتزام مع الطبيب والالتزام بالقطرات والعلاج اللازم لتخفيض ضغط العين حتى نحافظ على سلامة العيون. ونعم تسبب ألم في العين. الدكتور ثامر سالم طبيب العيون شكرا جزيلا لك. نروح إلى مصر؟ نروح يا ريت. القاهرة؟ ايوه مشتاقه جدا. طيب. ما تتخيل قامت دار الأوبرا المصريه حفلات موسيقيه غنائيه بمناسبه عيد الحب، شدا فيها فنانون من مصر والعالم العربي من الشباب والنجوم. الحفلات رفعت شعار كامل العدد.
5 حفلات بمناسبة عيد الحب شد فيها نجوم الطرب المصري والعربي في دار الأوبرا المصرية. دأبت دار الأوبرا على تقديم حفلات في المناسبات المختلفة ومنها عيد الحب. تحديد نسبة 50% كحد أقصى لعدد التذاكر بسبب كورونا أدى إلى نفاد تذاكر كثير من الحفلات بعد طرحها بوقت قصير. المطربين عايزين يشتروا تذاكر ومش لاقيين، واحنا كمان شغالين ب50%، فطبعا كان نفسنا تكون 100%، وان شاء الله الايام اللي جايه تبقى 100% ان شاء الله. فاحنا بنعتذر للجمهور ان عدد الكراسي محدوده، وان شاء الله هنعوضهم، هيبقى دايما في تواجد للفنانين خلال الحفلات اللي جايه ان شاء الله. من بين الحفلات كان حفل للفنان المصري مدحت صالح والمطربة اللبنانية كارول سماحة التي غنت أشهر أغانيها الرومانسية. كما شادت المطربة المغربية جنات بأغاني جديدة وبعض الأغاني من التراث. أنا بحب جداً حفلات عيد الحب لأنه بحس أنها بتشبهني وعندي أغاني كتير بتشبه اليوم ده، فمبسوطة. وكمان في دار الأوبرا، أنا دار الأوبرا بقالي كتير ما غنيتش فيها، يعني تقريباً 10 سنين ما عملتش حفلة، فجمهور الأوبرا وحشني جداً. وقد عبر المطربون المشاركون عن اشتياقهم للقاء الجمهور بعد تقليص عدد الحفلات في كل مكان بسبب كورونا. يعني احنا النهارده كنا قاصدين ان احنا نزود جرعه الاغاني الرومانسيه شويه، لانه يعني المناسبه ما يعني ما تحتملش ان احنا نغني اغاني دراما كتير، فزودنا جرعه الاغاني الحلوه اللي فيها حركه وفيها ايقاع، يعني اغاني فرحانه، بحس بقى المود كله حلو يعني. الإجراءات الاحترازية لم تمنع جمهور الأوبرا من الاحتفال بعيد الحب. قدمت حفلات الأوبرا توليفة موسيقية غنائية بين مطربين شباب وكبار، وأيضاً أغاني جديدة وأغاني من الزمن الجميل. سمر بشات، العربية، القاهرة. نبدأ ساعتنا الثانية في حلقة اليوم، ونوع جديد من التطبيقات الاجتماعية القائمة على الصوت، كلاب هاوس، منصة تسمح للناس في كل مكان بالتحدث ورواية القصص وتطوير الأفكار وتعميق أيضاً الصداقات. أطلق في أوائل عام 2020 وشهد مؤخراً زيادة في أعداد المستخدمين، لسيما في السعودية، ولا يمكن الدخول إلى غرف الدردشة الخاصة به إلا من خلال دعوات من الأعضاء الحاليين. أصبحت عضو فعال عادي، سوي دبل تسمح كلاك. أو لا تسمح، سوي دبل كلاك، نروح لفيصل السيف. فيصل، نقدر نقول لك ويلكم تو ذا كلاب ولا لسه؟ يا ديفينتلي، من جد ويلكم تو ذا كلاب، وصباحكم الله بالخير والورد والسعادة. صباحا، ما يخلي مش هيخلي ولا تطبيق نطري الحين جاي. لا أنا ما لا سوالي فولو ولا سويت له فولو ولا سويت له. أنت اللي ما انتبهت مسوي لك فولو، الله يرضى عليك. أما هذه هذا أول سؤال، شو راح نعلم؟ أنا غشيم بالموضوع هذا، ما أعرف شيء. هذا التطبيق مختلف عن كل التطبيقات اللي مرت علينا، يعني يحط لك أصدقائك وغير الأصدقاء ممن انضموا إلى التطبيق حاليا. كيف يمكن أن يعني أن تعرف من يتابعك، غير مسألة أني أنا أروح أشوف المتابعين واللي أنا متابعهم، لا، التحديثات أو على الأقل التنبيهات لأنها مو واضحة. جميل جدا، جميل جدا. هو بالفعل التنبيهات حاليا في فترة ربكة بكثرتها، لأنه يجيك تنبيهات على إنشاء الغرف وعلى انضمام الأشخاص صحيح. إلى نفس التطبيق، وأيضا يجيك تنبيهات على الكلوبز، الجلسات الأساسية. وهنا لازم أوضح نقطة أساسية من البداية. كلوب هاوس لما تم إنشاؤه هي لإنشاء كلوبز، يعني مجالس صغيرة. الغرف كانت شيء ثانوي، ولكن الحين الغرف هي اللي احتلت الشيء الأساسي في نفس كلوب هاوس. كيف تعرف الناس اللي موجودين أو تشوف مين تابع ومين يتابعك؟ للأسف لازم تسوي بحث. أفضل طريقة أنك تذهب لقائمة، نقدر نقول المسجلين عندك في التقويم، في الأدرس بوك أو في سجل المكالمات أو سجل الاتصال بالأصح، الهاتف يعني عليك. فبالضبط من خلاله تقدر تشوف مين المنضمين من أصحابك. هنا لازم أوضح أنه كلوب هاوس لما تم إنشاؤه وإلى الآن المفروض الغاية الأساسية منه النقاش والحوار والدردشة، وليس فقط إهدار الوقت في الجلوس في غرف مختلفة بس.
صح. طيب فيصل، بالنسبة للناس اللي مش عارفين عن هذا التطبيق، هو يعني من 2020 ولكن في زيادة في استخدام هذا التطبيق، ما هو سبب الزيادة المفاجئة لهذا التطبيق؟ ماذا من جديد يحمل هذا التطبيق مختلف عن بقية التطبيقات اللي يجذبني إنه أنا أروح وأعمل أكاونت خاص فيه على تسلا تطبيق؟ من جد له حقبتين زمنية كلوب هاوس، التأسيس اللي كانت في أبريل 2020 إلى تقريبا يناير، نهاية يناير السنة هذه. هذه الفترة كانت روعة خرافية رهيبة، فيها مجالس رائعة عن مواضيع محددة زي بعض منصات السوشيال ميديا، الاستثمار، الانفستمنت، وكثير من الكلوبز اللي كانت جدا رائقة وكانت يغلب عليها طابع الجدولة، فتعرفوا أنه في اليوم الفلاني في جلسة الفلانية في الوقت الفلاني، وتشوفوا قابلية أنه تنضموا لهذه الجلسات من عدمها. الفترة هذه كانت مغمورة بشكل كبير بريادي الأعمال، والناس اللي حصلوا على الدعوات اللي كانت جدا محدودة، يعني كان كل شخص ينضم عنده دعوة واحدة، ثم صارت نوعا ما دعوتين لبعض الأشخاص. لا صاروا أربعة دائرة مرة. إيه الحين تقريبا هي الخمسة. طب أول دعوة منين عادل؟ لأنه بيقولوا إنه ما تقدرش تعمل إنشاء حساب. والله أحد الأصدقاء. إيه دعوة من المسكين. لا هذا 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 بيعتبر بالفعل يعتبر إنه هو ضامن لك، أو كما يقول ماجد الكفيل. مسألة الكفيل، وما شاء الله نايف مدخلي وكفيل نص اللي موجودين في المملكة العربية السعودية. أنا ما حسيت إنه كفيلي بالش اسمه ما ما بيصير للموضوع. صحيح ولا لا؟ بس مجرد إنه بعث لك. هو مجرد إنه بعث لك الدعوة، فيمديك لو شفت مين اللي بعث لك الدعوة ونفسه مين اللي تم إرسال الدعوة له اللي يرسل لك إياها، تقدر تتتبع إلى أول شخص من دائرته انضم إلى كلوب هاوس. فهي زي الشجرة اللي حتعرف بعدين المستخدمين أسلوب النمو، وأصحاب نفس التطبيق حيعرفوا كثرة النمو والاهتمامات كيف تتفرع وتتشعب. بس في عالمنا العربي ربما يعني قد لا، أنا لا أعلم، قد يكون في 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 الغرب إنه من يكون هو تابعا لفكرك أو على الأقل في تقارب تبعث له هذه الدعوة للانضمام، لكن في عالمنا العربي إحنا كرماء حتى في الدعوات اللي نعرفه واللي ما نعرفه. صحيح. يعني إحنا راح يصير عندنا لخبطة. إيه هو صارت اللخبطة أيضا نهاية السنة لما بدأت فتح سقف الدعوات، تدخل على إي باي وتلاقي دعوات من الغرب متاحة لأن الناس يشتروها إلى $100، تبي دعوة تدفع $100 وأرسل لك أحد الدعوات اللي موجودة عندي. ومن ثم تم تعديل مسألة الدعوات زي ما أنت ذكرت، ارتفع السقف تقريبا إلى 5 حاليا. وأيضا في طريقة ثانية، أي شخص ودك ترسل له دعوة أو ودك دخله على تطبيق كلوب هاوس، بمجرد ما يكون مسجل رقم تليفونه في التطبيق بحكم رغبة الدخول، انت تسجل نفس رقم اتصال حقه بإضافة الكود الدولي، فمثلا زائد 966 وبعدين رقمه، ابحث في سجل المكالمات أو في سجل الدعوات الخاص فيك في كلوب هاوس، هتلاقي أمر جديد اسمه let him in، أنه اسمح له بدخول لأنه قاعد على الويتنج ليست، فأنت تسمح له بدخول التطبيق. هذا الأمر لن يستخدم أحد الدعوات اللي موجودة عندك، وهذا اللي خلى بعض الشباب عندنا ما شاء الله جابوا كمية ضخمة من الناس على كلوب هاوس، لأنهم سيشملوا أيضا تحت اللي انت كفيله. طيب هل من شروط معينة؟ هل من فئات عمرية محددة؟ كنت لسه الصبح بتناقش مع عادل في الموضوع انه كيفية التنسيق في هذه الغرف، يعني امتى اقدر اعرف ان هذه الغرفة تناسب افكاري وطريقة نقاشاتي، ويعني في اشياء انت بتميل ليها، مثلا اللي بيحب يتكلم عن السياسة، اللي بيحب يتكلم عن الفن، اللي بيحب يتكلم عن اشياء عامة. صحيح، سؤال مرة ممتاز. 17 سنة وفوق هي العمر المفروض اللي يسمح فيه لاستخدام التطبيق، ف17 بلس هو العمر. من ناحية المواضيع، أتمنى من أي واحد يسجل في التطبيق ما يسوي تخطي لا الأسئلة الكثيرة اللي تجي، فيحط اهتماماته ويحط الأشياء اللي هو يرغب في السماع عنها، ويحط المواضيع والأشخاص اللي يهتم في الحديث عنهم. لأنه كلوب هاوس لما تم إنشاؤه إلى الحين الغاية الأساسية مشاركة الخبرات والآراء من القياديين ومن الناس اللي عندهم فكر مع مختلف المستمعين، وأيضا المحاورة معهم، وليس الهدف إنشاء غرف دردشة في مواضيع قد لا تعني الكثير من مسألة استهلاك الوقت أو قد تعني الكثير في إهدار الوقت. هذا الهدف الأساسي في كلوب هاوس. إن مشيتوا على الخطوات الأساسية في اختيار الاهتمامات بشكل صحيح والمواضيع الأساسية اللي تكون بشكل صحيح، طيب. هتلاحظوا ما يقترح لكم أقرب لما تحبون بشكل جدا كبير.
المودريتر يقول لنا خلصنا انتهى الوقت، فللأسف أنا عندي والله أسئلة كثيرة. لأن بس حركة واحدة لازم أذكرها للناس، اللي هي أي واحد على كلاب هاوس لما تشغل الميكروفون وتفتح الميكروفون بشكل سريع كأنك قاعد تصفق للي قاعد يتحدث، فهذه منه أن نتهنيه على الموضوع اللي هو وصل. لا عيل بتصل عليك بعد البرنامج، هذه خبايا ما نعرفها، لأن راح أنا أتوقع أنه لنهاية الشهر أتوقع أنه راح يفصلوني من الدوام، قاعد الساعة 5:30 وداخل كلاب هاوس، هذه أيضا من الخطورة. أصبحنا إدمان. أي والله. شكرا لفيصل السيف مختص في أخبار التقنية على كل هذه المعلومات، ومزعجك مزعجك عقب الحلقة. أمر أمر. فوق الأمر بعد رأسي. معلش استحملنا شوي. أحبك ما هي كلمة تنقال. طيب على الرغم من بساطة كلمة أحبك أو أحبك أحب ما هي راضية تطلع، المهم إلا أنها تكفي في بعض الأحيان للتعبير عن العاطفة إن لم تكن مصحوبة بالأفعال المناسبة والتي تعكس الاهتمام. لمسات قد تكون بسيطة من قبل الشريك تساهم في علاقة قوية وتقوية هذه العلاقة، وتشعر الآخر بأهميتها. شكلك مش متعود تقولها اصلا، عشان كده لخبطت مش عارفها. للحديث عن الموضوع تنضم الينا من جده مدربه الحياه الدكتوره لوجين دغستاني. اهلا بك معنا، صباح الخير وصباح الحب والتفاؤل. وخلينا نقول يعني نحن السيدات لا تكفينا الكلمات انه تقولي احبك، يعني دي مش كفايه، او احبك مش كفايه، خلينا نبحث عن الافعال. ما هو المطلوب من الرجل للتعبير عن هذا الحب؟ يا صباح الأنوار، ويا صباح الحب، ويا صباح الحب على كل الناس في العالم في هذا اليوم. طبعا احنا دائما نجدد ونرجع نقول ان الحب اكبر من مجرد كلمة، والحب ما يبغى له يوم واحد، الحب ممارسة يومية. ولو نقول يومية ونمسك اليوم الكبير ده ونشوف اللحظات البسيطة جدا، هنا يكون الحب. فصح حلو يكون عندنا يوم حب عشان كل الناس تستوعب بأهمية هذا الحب، نفتكر أهميته الكبرى تتجسد في أيوة نفتكر في اللحظات الصغيرة. لما قلتي لي ممارسة، وكيف قلتي لي كيف نحن نقدر نعبر عن الحب، أحلى حاجة في الحب إنه نحن نقدر نعبر عنه بممارسات مرة بسيطة. زي مثلا لما الشريك يصحى الصباح ويكلم مرته ويقول لها صباح الخير، هذا تعمل فرق مرة كبير. أو يسعد صباحك، اليوم أحلى يوم بصوتك، اليوم يوم حلو عشان شفتك، والعكس طبعا بين الاثنين. لحظة ثانية حلوة مرة بين الشريكين لما مثلا يتقابلوا بعد وقت من الزمن، هي كانت تشتغل هو كان يشتغل، رجعوا شافوا بعض، فهنا في لحظة مرة حلوة نحن نسميها لحظة اللقاء. كل لحظة لقاء حلو نحن نجدد محبتنا، نقول يا أهلا وسهلا، نبدأ نهلل ونبدأ نرحب ونبدأ نمارس هذا الحب، نطلعه من قلوبنا ونخليه يمتد حتى يصل لقلب الثاني. واحدة ممارسة ثانية إني أنا لما أتذكر في يومي إذا كنت منشغل، أتذكر هذا المحبوبة أو زوجتي أو زوجي، أعبر عن تذكري لي، فأقول له ترى تذكرتك في اللحظة الفلانية، معناته أنت دائما في قلبي ودائما على بالي، أنت موجود. دكتورة لجين، خلينا نتكلم شوية، يعني هذا 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 الكلام جميل، وإذا طبق فيا يعني يا سعد الرجل بتلك الامرأة اللي راح يقول لها هالكلمات. لكن إذا قعد من النوم وقال لها صباح الخير، قالت لها مش عندك قاعد بدري، هذه أولها، كيف بقية اليوم راح يتعامل معها؟ حتى إذا في هذا اليوم مثلا وهي ما هي متعودة. طيب ما هي متعودة، الرجل ربما عنده يعني اهتمامات الأفعال للأقوال، أنه حينما تحتاج له يكون موجود. هذا تعبير عن الحب، مو بالضرورة أني أنا أترس إذنها، لكن أترس حياتها بالمواقف، ولا أترس إذنها بالكلام. صحيح صح، الحب أكبر من مجرد كلمة وأعمق من كلمة أحبك. فهي فهنا نبدأ نعرف لغة شريكي إيش هي، إيش اللغة اللي هو يحبها، إيش اللغة اللي هو يحب يستقبلها مني. فهي في 5 لغات للحب، فأنا أبدأ أعرف إيش هو شريكي يحب أو إيش هي شريكتي تحب. شنو اللغات الخمس؟ أنا طول عمري أبدأ أعطيني اللغات الخمس. أول شيء لغة الكلام. حلو. طيب لغة الكلام، في لغة الكلام. حلو. وفي لغة الأفعال. إيه. وفي لغة الهدايا. وفي لغة الملاطفة واللمس. أوكي. أيوة. وفي لغة الأعمال المنزلية. فتخيل لما يكون شريك يقعد طول الوقت يجيب هدايا وهي تقول أنا ما أشعر بالحب، لأنه هي مثلاً عندها الحب كلام.
طيب انت في المكتب بس لانه قالت الخامسه قالت الخمسه لا المهام المنزليه المهام المنزليه شيء شي يسوي الرجل بالمهام المنزليه يشتغل ينظف لحظة يعني يبقى. مثلا نحن كتالوج عليك نور لا جد والله بيرفضوها شو في تحس انه في يعني متضايقين لا والله من جد في مشاركه بيننا يعني هذا البيت بيتنا نحن الاثنين انا ما اقعد لوحدي او انت لوحدك لا نحن الاثنين نتساهم ونتساعد في هذا البيت فنتقسم المهام لما اشوف انك انت بتبني معايا هذا البيت من ناحيه ماديه ومن ناحيه معنويه انا اشعر انك انت تحبني والعكس كمان لو جين النساء حتى عندنا داخل غرفه التحكم يعني مساندينك 100% أيوة لكن طبعاً. لكن تكلم كلام مظبوط لحظه يا مروه اليوم الرجل يقول للمراه لك من داخل البيت هذه مسؤوليتك من عتبه الباب وبرا هذه مسؤوليتي انا كرجل اليوم احنا لما نقول الرجل يساهم في الاعمال المنزليه ما في مدبرة منزل وبالتالي المرأة يمكن ما تقوم بأعمال المنزل صحيح نتيجي دورهم الرجال الآن وقفوا وياي شكل... تفضلي بتحديد أدوارهم نحن ما نقول الكلمة بمجمل ما نقدر نقول كل النساء نقدر نقول الاثنين هم لما يتكلموا مع بعض ويحطوا هذه الورقة حقت حياتهم يحطوها على الطاولة يقول دورك كذا ودورك كذا وأنا يهمني لا تسوي كل الأعمال بس حلو. لما تسوي حاجة مرة بسيطة حتفرق معايا فهي في النهاية خلق لغة تواصل وحوار بينهم الاثنين حتى يحطوا لغة الحب وهذا ما يعني أنه مثلا أول 5 سنوات من حياتنا تكون هذه لغتنا وبس لا لغة الحب متجددة الإنسان يتغير متطلباته تتغير ممكن تكبر ممكن تزيد ممكن تختلف بس اللي بنقول أنه الحب حاجة جميلة في الحياة يستحق كل إنسان أنه هو يشعر بالحب قيمة عالية أنها تكون موجودة ونمارسها يومياً. يلا. يمكن يعني لوجين إحنا بنعاني من مشكلة في التفكير والمجتمعات العربية في بعض الأفكار السائدة والنمطية اللي تعودنا عليها من سنة لسنة وزي ما قال عادل إنه بيشوف إنه دور الرجل يعني ما بيدخلش يعني برا البيت بيبدأ مع إن الزوجة ممكن أنا أقصد تكون إنه متقاسم مع هالمهام. أيوة ما هي بتشتغل بس كمان بس في نوع من التعاون في المهام المنزلية يلا. خاصة إذا كانت السيدة عاملة. صح وبعدين أنا يعني أنا أشوف الآن في السوشيال ميديا ما شاء الله تبارك الله لغة الحب موجودة وبدأت المجتمعات تفهم إيش هذا الحب والله فعلا تبدأ في مشاركات في مساهمات في روح لهذا الحب وتوصل للناس يعني تجيبوا برود وشوكولا اليوم ولا لا لا ما صرف دبدوب أحمر على حسب اللغة طيب احنا طبعا هذا الموجود هذا اللي الناس بتشوفه اي هذا 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 يمكن ما ادري اذا هو تعبير فهو لا يعني لازم بوكي ورد على الاقل يعني بيقوي العلاقه اللغه الخامسه اللي قالت عنها لوجين انا مستعد انا اطبخ بس احد ثاني يغسل الصحون شكرا لوجين الدكتوره لوجين داغستاني مدربه الحياه كنت معنا من جده واحنا نقول حبوا بعض ليس فقط بين الرجل والمراه الحب يوزع على الجميع صغيرا كان ام كبيرا قول احبك ما نقول احبك ما اقول اي والله صدق احبك واحب كل من يحبك لمين واحب الورد جوري لانه بلون دي اغنيه بس قاعد اغني okay. بس بالاغاني في فقره صور دوت كوم اليوم لقطات لفنانه تصنع الواح تقطيع مميزه لتبدو وكانها تحتوي على مناظر بحريه صغيره على اسطح نتابع التفاصيل افتتحت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مكتبها الخاص وذلك بعد 3 أسابيع
من مغادرتها البيت الأبيض في واشنطن. وكشفت شبكة CNN الأمريكية قبل أسابيع أن ميلانيا تخطط لفتح مكتب في بان بيتش لدعم مبادرتها تحت عنوان بي بيست، والتي من خلالها تروج لنمط حياة صحي وسليم للأطفال والمراهقين ومساعدتهم في التعامل مع التنمر عبر الإنترنت والاستخدام الآمن ومكافحة إدمان المخدرات والعقاقير الطبية. تمكن البلجيكيون من الذهاب إلى صالونات الشعر لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر بعد أن أدركت الحكومة مدى أهمية الرعاية الشخصية للصحة العقلية للناس، ويتم تطبيق تدابير صحية صارمة بما في ذلك انخفاض الطاقة الاستيعابية للنصف والتوقف لمدة 10 دقائق بين الزبائن للتعقيم والتطهير، فيما لا يسمح للعملاء بتصفح المجلات أثناء انتظار دورهم. سمح المنخفض الجوي في هولندا بعد أن جمد البحيرات والبرك للسكان باستراحة للاستمتاع والخروج من أجواء الحظر والإغلاق. ففي وسط أمستردام تشكلت طوابير حول محلات إصلاح أدوات التزلج، بينما يستعد السكان المحليون للتزلج على الجليد في عطلة نهاية الأسبوع. وفي روسيا استمتع سباحو الشتاء الروس بالمياه الجليدية لنهر موسكو، معبرين عن شعورهم بالارتياح وهم يسبحون في المياه المجمدة ولا يرتدون سوى ملابس السباحة فقط في درجات حرارة تصل إلى 16 درجة تحت الصفر، فيما يشمل روتينهم المعتاد أيضا الجري الشتوي والاستحمام بالثلج. لم يستطع فيروس كورونا قتل الرومانسية في بلجيكا، ورغم أن مبيعات الشوكولا لعيد الحب تعثرت في غياب السياح وموظفي المكاتب، إلا أن قائمة الطلبات الهاتفية الأطول من المعتاد عوضت هذا الغياب. فمع أغلاق المطاعم وحظر الإجازات الخارجية الفاخرة بإغلاق الحدود، كانت الشوكولا بديلا جيدا كهدية رومانسية. احتفالاً بعيد الربيع أعد أكواريوم في شرق الصين عشاءً فاخراً للحيوانات البحرية، وبمساعدة العاملين في الحوض تمت دعوة مجموعة من الأطفال لإعداد وجبة طازجة متوازنة ومبتكرة تتكون من أنواع مختلفة من الخضار والزلابية للحيوانات البحرية التي بدت سعيدة بهذه المناسبة مثلها مثل البشر. فاصل ونعود لما تبقى من صباح العربية. كشف أحد أعضاء خبراء منظمة الصحة العالمية الذين قاموا بزيارة إلى مدينة ووهان الصينية للتحقق في منشأة أو منشأ هذه المدينة منشأ فيروس كورونا، كشف أن بكين رفضت تزويد فريق بعثة المنظمة ببيانات حول تشخيص 174 حالة أصيبت بالفيروس في بداية ظهور الوباء في ديسمبر 2019، مشيرا طبعا إلى أن نصف هذه الحالات كانت لعاملين أو زوار لسوق ووهان للمأكولات. بينما يترقب العالم الوصول إلى خواتيم جائحة كورونا في أسرع وقت، رحلة منظمة الصحة العالمية إلى بداية انتشار الوباء لم تثمر عن نتائج ملموسة. في أحدث فصول ملف التحقيق في مصدر الفيروس، أعلن محقق من فريق منظمة الصحة العالمية بأن الصين رفضت إعطاء بيانات كاملة، ما عرقل مسار المنظمة لإيجاد مصدر الفيروس. وبحسب المحقق،
طلبت منظمة الصحة العالمية من بكين معلومات عن 174 مريضاً حددتهم الصين في أولى مراحل انتشار الفيروس، نصفهم أصيب في سوق ووهان للمأكولات البحرية حيث تم رصد الفيروس للمرة الأولى، إلا أن المنظمة حصلت على ملخص فقط لهذه المعلومات. وقال المحقق إن المنظمة أصرت مراراً على الحصول على هذه المعلومات، وسبب عدم توفيرها بالكامل غير مفهوم، طارحاً احتمال أسباب سياسية أو عامل الوقت أو صعوبة الموضوع. وبعد عودة بعثة تحقيق تابعة لمنظمة الصحة العالمية من الصين، أشار مدير المنظمة إلى أن الطريق لا يزال طويلاً لتحديد مصدر الفيروس وأن جميع الفرضيات لا تزال مطروحة. This mission would not find all the answers, but it has added important information that takes us closer to understanding the origins of the virus. موقف عكسه بدوره رئيس البعثة بيتر بن مبارك، والذي لمح أيضاً إلى أن التحقيق لو كان تم في وقت أبكر لكان ربما وصل إلى نتائج مفيدة. We had done that kind of investigation on the ground, chasing the first animals and the first patient. That would have been something that could have been done in perhaps in back in December when the outbreak is and was detected. منظمة الصحة العالمية حاولت منذ بداية انتشار الوباء في ديسمبر 2019 إجراء تحقيق عن مصدر تفشي الوباء، إلا أن الصين لم تسمح لها بذلك حتى يناير 2021. عودة إلى سؤالنا التفاعلي من جديد وبعد التغريدات والمشاركات على هاشتاغ صباح الدرسكور العربية. خلينا نذكر بالسؤال، هل أنت مع استخدام تطبيقات جديدة للتواصل الاجتماعي؟ أول تغريدة نعم، بعدما أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي الحالية مملة. شكرا يا بشار. طيب وإيش بيها التطبيقات الحالية؟ زوينة. وإنش عنها حاجة بس ما قلتي زينة، قلتي زوينة. وزوينة تصغير الكلمة زينة، يعني مو وايد. لا شوي. لا هي تمام مكتفية بالتطبيقات. وإيش بيها تطبيقات؟ خلاص خلصنا هاي التغريدة، نشوف واحدة ثانية. قلنا لا طالما هيقدم شيء جديد ومحتوى جديد، إنما لو نفس المحتوى يبقى تخلينا في الموجود حاليا ولنعرفه أحسن من اللي منعرفوش. شو استمتعتي ما نعرفوش؟ أيوة. طلعت من قلبك. طيب صباح الورد نعم ولكن بالحد المعقول. شكرا يا سيدي، حد المعقول انه زوين يعني كل بين فتره والثانيه ادش على تطبيق جديد. يلا قاعد الاقي لعب، ما ادري يا ماجد يسالني ماجد شنو الحد المعقول، ادخل في النيات ما ادري. انا ضد استخدام تطبيقات جديده لانها تسبب في ضياع الوقت، والان التطبيقات الموجوده كافيه جدا. طيب فكر يا عادل. لا انا برايح ولا بدني ماي. كلوب هاوس وداش وهذا، وقلت لك انا ان شاء الله بس ما ندش بالطوفه، ما ندعم الطوفه. طيب الطوفه اللي هي الحيط، انا قاعد مترجم يا جماعه بهالبرنامج، خلنا نقرا التغريده. تسأل مش انا ما تكلمت. طيب. نعم مع استخدام التطبيقات الجديده بشرط لا تكون مكرره واضم صوتي لصوت عادل. مع التعدد، اي نوع من انواع التعدد؟ احنا ما قلنا اربع بس. اربع. اوكي. اربع تطبيقات. اربع تطبيقات والباقي ما ملكت أيمانك. يلا تغيير. نعم مع استخدام التطبيقات الجديدة بشرط ألا تكون متكررة أو مكررة. طيب صباح النور والسرور، خلاص يكفي تطبيقات لخبطنا، اللهم فيسبوك وتويتر مش ملحقين عليهم كمان. ما هذه ظاهرة والله بجد، يعني أتوقع أنه المفترض نعرف ليش مثلا دول شمال أفريقيا يحبون فيسبوك، دول يعني الدول بلاد الشام أيضا، تويتر الخليج، سناب شات الخليج، انستغرام لا مختلط يعني. أيوه من دعليد بالضبط. والله يعني جد ما طب ما يمكن في عوامل، يعني أنه أكيد في عوامل، عمل التوليفة من الشمال والجنوب، مواقع التواصل لها نفس مبدأ العمل. يلا زين، إذا كانت هنا هذه التطبيقات تحمل مزيد من المميزات فمرحبا بها وأهلا بها. نعم وبشدة. حلو. للأسف لست مع
لا هذا لأن جميع التطبيقات واحدة لها أو هذه واحد لها وجه واحد ولذلك ليس لها قيمة ليس لها قيمة أوكي إن كانت حديثة أم قديمة طيب يعني إنه مو معه ماشي طيب اللي بعد للأسف لست مع مكررة هي نفسها مكررة نفسها كمان يعني. آخر تغريدة أعتقد التطبيقات اللي عندنا حاليا تكفي ما نريد أي تطبيق جديد خلصت مساحة التخزين للجهاز وخلصت روحنا وخلص وقتنا طيب وحلو الحلو بهذه الفقرة أنه مروة قامت تنطق عراقي يلا في أمان الكريم كلش حلو إلى اللقاء شوفكم باشر